في موضوع آخر، شب حريق مهول ليلة أمس الجمعة في مخزن للبلاستيك ببلدية شبلي في البليدة. اندلع حريق مخزن البلاستيك المتواجد بمنطقة بن رمضان في حدود منتصف الليل، ولا يزال مستمرا لغاية اللحظة. مساحة المخزن تصل إلى 6000 متر مربع. سخرت تقول لها الحماية المدنية 24 شاحنة إطفاء و120 عونا.